أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا بالفصل الثاني حل تمارين صفحة 32 الدرس السادس من سلسلة تعلم الرياضيات للصف الثالث المتوسط، ونبدأ تدريب وحل مسائل حياتية. يقول سؤال 22 على المسبح يحكي: يعد فندق بغداد أحد الفنادق السياحية المهمة في العاصمة العراقية بغداد. يبلغ طول المسبح فيه X زائد 9 أمتار وعرضه X زائد 1 متر. يعني عندي طول المسبح بهذا الشكل، هذا طول المسبح وهذا عرض المسبح. هذا خلنا فرضه مسبح بهذا الشكل. الطول المسبح هذا الطول اللي هو X زائدا 9، وعرض المسبح اللي هو هذا X زائدا 1، محاط بممر عرضه 1 متر. اكو ممر يحيط به، شوف هذا الممر يحيط به من كل جانب. لاحظ، خلي شوي نبعدها هذه حتى تكون واضحة، وهنا أو ندخلها هنا داخل. هذه بالنسبة للطول وهذا بالنسبة للعرض، ويحيط به ممر. شوف هذا الممر، ممر عرضه عرض الممر 1 متر. زين، العرض نجي إلى اكتب مساحة المسبح مع الممر بأبسط صورة بدلالة اكس. اولا خلي نشوف المسبح المستطيل. اذا راح نتكلم الحل عن مساحة المستطيل. شنو مساحة المستطيل؟ بما ان مساحة المستطيل شو تساوي، مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض، الطول في العرض، العرض في الطول نفس الشيء. زين، ايش قد الطول هنا؟ خلينا نجي الى هذا الطول، اريد ويا الممر. الممر عرضه 1 متر، هذا 1 متر، هذا 1 متر، منا 1 متر، منا 1 متر، منا كلها 1 متر بهذا الشكل، منا 1 متر، كلها 1 متر. فلو نجي على الطول الجديد، الطول يعني منا الى هنا، هذا منا 1 متر، شوف 1 متر. وهذه منا لهنا الطول X زائد 9، وهذه 1 متر، شوف الطول الجديد بي منا 1 ومنا 1، هو خو ما بس من جهه واحده حال، لا يحيط بي من كل الجهات. فالطول هو هذا، راح يصير X زائد 9 زائد 2، منا 1 متر ومنا 1 متر، لان من جميع الجهات، ومحاط بممر، هنا حتى الصوره مراويك الممر هنا موجود، محاط بممر. الممر عرض الممر يعني هنا مطينا عرض الممر 1 متر، فلذلك الطول الجديد راح يكون هذا اللون الاصفر القديم اللي هو، شوف راح اكتبه هنا، ويساوي اللون الاصفر القديم اللي هو X زائدا 9. وش تضيف له؟ هذا اللون الاحمر منا 1 متر ومنا 1 متر من كل جهه، الممر من كل جهه، فمنا زائد منا 1 متر و1 متر زائد 2 متر. في العرض القديم، هذا العرض القديم X زائد 1، انا اريد القديم ويا الممر كله، اكتب مساحه المسبح مع الممر. الممر منا 1 متر ومنا 1 متر، شو ضيف له؟ 2 بهذا الشكل، زائد 2. اذا هذا هو الجديد، صار عندي هذا هو في. اذا ايش راح يصير عندي؟ ويساوي نجمع المشابهات X زائد 9 زائد 1 11 في، ماكو داعي تخلي فيه فراغ، يعني في X زائد 1 زائد 2 3 بهذا الشكل. نجي نضربهم، اذا وتساوي X في X ونوزعهم، واكس في 3 ضرب عندنا، ضرب لهم الاثنين
ويساوينا اكس في اكس اكس تربيع واكس في 3 3 اكس زائدا 11 في اكس 11 اكس زائدا 11 في 3 33 وتساوي اكس تربيع زائد 3 اكس و11 اكس ايش قد يصير عندنا؟ شوف هنا وزعنا طبعا وزعنا هذا شلون 11 ضربناه في اكس و11 في 3 يطلع عندي اكس تربيع 3 اكس و11 اكس 14 اكس زائد 33. اذا هذا هو مساحة المسبح بالامتار. المساحة دائما وحداتها هو متر دي يتكلم. اذا متر تربيع والحجم تكعيب. اكو اثنين، متر تربيع وتكعيب. مساحة المسبح مع الممر، مع الممر كامل. تعالوا خلينا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال 23 يقول عن التاريخ يحكي. تقع مدينة بابل شمال مدينة الحلة في العراق، حيث عاش البابليون فيها منذ 3000 سنة قبل الميلاد تقريبا، وقد بنوا سنة 575 ولقد بنوا سنة 575 ميلادية بوابة عشتار التي تعد البوابة الثامنة في سور مدينة بابل. رسم وائل لوحة فنية تمثل بوابة عشتار بالأبعاد واي زائد 7 واي ناقص 4 سنتيمترات. أبعاد طول عرض، يا هو الطول يا العرض ما أعرفها، ما قال، بس مبينه من هو الطول، مبين من هو الطول. الأكبر واي زائد 7 والعرض أقل منه واي ناقص 4. اكتب مساحة اللوحة التي رسمها وائل بأبسط بصورة بدلالة واي. الحل لما نجي نتكلم الآن راح نشوف أنه الطول شقد مطينية هو واي زائد 7، تأخذ الكبير الجمع، والأرض اللي هو واي ناقص 4. إذن رسم وائل لوحة فنية مبينين ما متساوين مستطيل. اكتب مساحة اللوحة، إذن هو مستطيل، مساحة المستطيل. بما أن مساحة المستطيل شو تساوينا؟ الطول في الأرض. إذن ويساوي الطول ايش قد عندي؟ واي زائدا 7 في الأرض واي ناقص 4. نجي الآن نضربها، ويساوي واي في واي واي تربيع، واي في سالب 4 سالب 4 واي، 7 في واي 7 واي، و7 في سالب 4 سالب 28. اذا وتساوي واي تربيع ناقص 4 واي وزائد 7 واي، اشارات مختلفه. شوف المشابهات ناخذهم فالسؤال، هذا اقدر اجمع ويا هذا او اطرحه. اشارات مختلفه، ناخذ اشاره الكبير السبعه زائد ونقوم بالطرح، واذا متشابهه ايضا ناخذ اشاره الكبير ونقوم بالجمع اذا متشابهه، بس هنا مختلفه. اذا سبعه ناقص اربعه سبعه واي، يعني سبع وايات دايمشن بالشارع، ناقص اربع وايات ايش قد بقى عندي؟ ثلاثه واي. ناقص 28 متر ده يتكلم بالامتار، خلينا نشوف شنو يتكلم بالسنتيمترات. اذا سنتيمتر المساحه سنتيمتر تربيع مساحه الورقه، الورقه او اللوحه ده يرسمها شو اسمها، خلينا نشوفها شو اسمها، اللوحه، مساحه اللوحه، اللوحه مساحه اللوحه بهذا الشكل بالتربيع سنتي. دائما المساحات بالتربيع والأحجام بالتكعيب لأن طول وعرض وارتفاع ثلاثة، والمساحة بس طول وعرض. نجي على 24 أسماك زينة، حوض سمك زينة مكعب الشكل، مكعب الشكل، طول حرفه مكعب، طول حرفه في زائد 3 سنتيمتر. اكتب حجم حوض الزينة، حجم المكعب شي يساوي لنا، هذا لازم تحفظه عندني، حجم
المكعب شو يساوي؟ يساوي طول من اسمه مكعب طول الضلع الكل تكعيب. زين اذا قال مساحة مربع، مربع مساحات الاشياء السطحية مربع ما بيها سمك، هذاك طول الضلع تربيع، هنا حجم الحجم تكعيب، طول الضلع تكعيب، طول الضلع تكعيب. ويساوي الحجم، خلينا نشوف ايش يساوي لنا، ويساوي لنا في طول الضلع في زائد 3 الكل تكعيب. استاذ هاي شلون نخلص منها؟ هذا ناخذ في زائد 3 في في زائد 3 تربيع. قلنا هذا نفتحه مربع حدانيه، خلينا نذكر مربع الحدانيه شنو قانونها. مربع الحدانيه، مربع الاول إشارة الوسط، شوف إشارة الوسط، اثنين في الأول في الثاني زائد دائما مربع الثاني. إذن مربع الأول إشارة الوسط، اثنين في الأول في الثاني زائد دائما مربع الثاني. نجي الآن ويساوي، نكمل ويساوي، شوف هذا مربع حداني، هذا نسميه مربع كامل أو مربع حدانية أو مربع كامل بكامل القوس. إذن في زائدا ثلاثة في، نفتح هذا مربع الأول في تربيع، احفظها سهلة، إشارة الوسط زائد ضربة واحدة، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في في اثنين في، في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة في، زائد مربع الثاني، مربع شوفه زائد دائما مربع الثاني، مربع الثلاثة تسعة، وتساوي نوزعها في ويا في تربيع، في ويا ستة في، في ويا تسعة، في 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 تربيع، في تكعيب، وفي في ستة في زائدا ستة في تربيع، وفي في تسعة تسعة في، وثلاثة في في تربيع، ثلاثة في تربيع، وثلاثة شوف هسه نوزع الثلاثة هم مرة ثانية، ثلاثة في في تربيع، وثلاثة في ستة في، وثلاثة في تسعة، ثلاثة في في تربيع، ثلاثة في تربيع، وثلاثة في ستة في 18 في، وثلاثة في تسعة 27. نجي الآن ويساوي في تكعيب زائدا، أكو مشابهات، نعم، ستة في تربيع وثلاثة في تربيع مشابهات، تسعة في تربيع، كم في تربيع هنا؟ ستة وهنا ثلاثة، تسعة في تربيع، وتسعة في و18 في 27 في زائد الرقم 27. أكو مشابهات؟ أكو تشابه؟ لا ماكو أي تشابه. حتى ننتقل إلى السؤال اللي بعده، خلينا نشوف الآن، نرجع إلى هذه الفقرة، فكر، يقول فكر تحدي، جد ناتج ما يأتي بأبسط صورة. شوف ايش خلانا، اكس ناقص، نقدر نكبرها حتى اشوفها زين، اكس ناقص زائدا واحد الكل تربيع، شوف شو يساوي لنا، هذا واضح الحل، هذا مربع حدانيه، مربع الاول اشاره الوسط زائد، شوف اثنين في الاول في الثاني، اثنين في اكس، اثنين اكس في واحد، شوف اثنين في اكس في واحد، اثنين اكس زائد دائما مربع الثاني واحد. انتبه، ناقص يا ناس، بعد الناقص شيء خطير، تحافظ على القوس، لا تبقي القوس، لأنه السالب راح يدخل على القوس، على كل هذه راح يدخل، هسه ما نقدر ندخله لوجود التربيع، فلازم نفتح التربيع مربع الثاني، مربع الأول إشارة الوسط ناقص، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في اكس، اثنين اكس في اثنين، اربعة زائد دائما مربع الثاني مربع اربعة،
وسدينا القوس. هسه شو نسوي؟ راح يدخل السالب على القوس، غير كل الاشارات. لما يدخل السالب يهجم بيته القوس كله. الناقص يغير، شوف السالب في الاكس تربيع سالب اكس تربيع، والسالب سالب موجب 4 اكس، والسالب موجب سالب 4، الأربعة موجبة صارت سالب، السالب صار موجب، الموجب هنا ماكو شيء يعني موجب صار سالب، ويساوي اكس تربيع وناقص اكس تربيع تروح يبقى 2 اكس وزائد 4 اكس، 2 اكسات يمشون بالشارع، وجتهم 4 اكسات، ايش قد صاروا؟ 6 اكسات، 6 اكس. واحد وناقص 4 سالب، شوف واحد وناقص 4 اشارات مختلفة، ناخذ اشارة الكبير ونطرح 4 ناقص 1 3 بهذا الشكل، 6 اكس زائد 3. أصحح الخطأ، كتبت نسرين ناتج ضرب المقدارين الجبريين كالآتي، حدد خطأ نسرين وصححها. إذا لازم نحلهم، الحل راح نضربهم اللي هي جذر 5 H ناقص 4 في H في H ناقصاً 6. تقول أكو خطأ، يقول أكو خطأ هنا، نسرين سوت خطأ. خلينا نشوف وين الخطأ هذا. راح نوزع الجذر 5 H في القوس، وتساوي جذر 5 H في H، الحروف الأرقام تنزل والحروف تضرب، إذا أكو أرقام تضرب، نانا ماكو شيء، جذر 5 هو 1 بالأصل، H في H، H تربيع. بعدين جذر 5 في السالب موجب في السالب سالب، 6 في جذر 5 H، 6 جذر 5 H، هيجي ما ينضربان لأن هذا جذر وهذا مو جذر. بعدين نجي سالب 4 في H بهذا الشكل، سالب 4 في H سالب 4 H، وسالب في السالب موجب 4 في 6 24، وتساوي جذر 5 H تربيع. ناقص 6 جذر 5 H وناقص 4 H ما أقدر أجمعهم، ليش؟ شوف هنا ايش كتبت هنا، وين خطأت؟ شوف هاي نفسها، هي وين خطأت نسرين؟ خلينا نشوف وين خطأت. شوف وين خطأت، هنا كاتبة 10 H جامعة 6 ويا 4 وما يصير، سالب 6 وسالب 4 ما يصير، ما ينجمع، يبقى بهذا الشكل، يبقى بهذا الشكل. إذا الخطأ واضح وصححناه، هذا وين خطأت؟ هنا خطأت، وحدد الخطأ، خطأت بالعشرة H، هي ما نقدر نجمعهم، ليش؟ ساد مو نفس ال H، بس هنا جذر 5 ماكو هنا جذر 5، مثل هالجمع والطرح إلا من نفس الصنف بالضبط 100%، نفس الصنف، يعني اكو هنا جذر 5 لازم هنا اكو مثلها سالب 4 جذر 5 H بهذا الشكل. اكو هنا يقول حس عددي، أي العددين أكبر؟ هذا العدد جذر 3 ناقص جذر 2 تربيع أم العدد 3 جذر 2 تربيع؟ وضح إجابته، أوكي، أكيد هذا الأكبر، وهذا الطرح. زين أستاذ نتأكد؟ خلنا نتأكد ونشوف، بس هنا مو إلا يعني، هنا خلينا نشوف شلون يصير، لأنه هذا كسور فأكو مشكلة بالكسر. الطالب راح يقول هذا أكبر، راح يقول أكيد هذا أكبر، نجي نتأكد وضح إجابتك. فنجي ناخذ الحل، راح أخذ أول واحد جذر 3 زائدا جذر 2 الكل تربيع، نفتحه مربع الأول، مربع الجذر 3 التربيع يقتل الجذر، يقتل الجذر ما يبقى يروح، مربع الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني، 2 في جذر 3 في جذر 2، 2 في الأول في الثاني زائد دائما. إذا تريد أن نعيدها، مربع الأول، منو مربع الأول؟ جذر 3 تربيع، ما يهم، 2 في الأول في الثاني جذر 3 تربيع.
ضرب جذر 2 جذر زائدا وجذر 2 تربيع 2 2 زائد 3 اوكي. خلينا نشوف الثاني اللي هو نعطي لون اخر. يلا نعطي لون اخر هذا اللون اللي هو جذر 3 ناقص جذر 2 الكل تربيع. شو يساوي لنا مربع الاول؟ مربع الجذر 3 قلنا طار الجذر او تريد يلا مربع الاول نوضحها. اشارة الوسط ناقص 2 في الاول في الثاني 2 في جذر 3 في جذر 2 2 في جذر 3 في جذر 2 بعد ما اخذ اشارة اللي اخذناها زائد دائما مربع الثاني جذر 2 ويساوي التربيع يقتل الجذر شبقى عندي 3 ناقصا 2 جذر 3 في جذر 2 جذر 6 زائدا جذر 2 تربيع 2 2 زائد 3 2 زائد 3 6 ناقصا 2 جذر 6 برأيك من 2 عفوا زائد 3 6 شلون يصير 2 زائد 3 5 زائدا ناقصا هذا ناقصا 2 جذر 6 من الأكبر 2 زائد عدد أم 5 زائد عدد أم 5 ناقص عدد؟ أكيد هذا أكبر. إذن أيهما أكبر؟ أي العددين أكبر؟ إذن إيش تكتب له؟ إذن إذن الكل ربيع جذر 3 ناقص جذر 2 الكل تربيع. وضحنا إجابتنا بين 5 زائد وهنا 5 ناقص. إذن هذه أكيد أكبر من هذه أول وحدة اللي هي هذه أكبر بهذا الشكل. هذا كان السؤال 27 وأنطلق إلى ناتج ضرب المقدارين الجبريين. الحل اريد ناتج ضرب هذا المقدارين. تعال خلينا نشوف ايش يصير عندنا. ها استاذ كسر هذا اخاف منه. ليش خايف منه؟ والله لا تخاف منه يا اخي. هذا النصف اعتبره 5 رقم عادي. لا تخاف، لا تخاف من جذور، لا تخاف من كسر، اعتبره رقم عادي. يعني عندي 2 زت زائدا 1 على 2 في 2 زت ناقص 1 على 2. يلا 2 زت وزع في 2 زت و2 ويساوي 2 زت في 2 زت 4. شوف ضربنا الارقام 2 في 2 ركز نضرب الارقام 2 في 2 4 والزت في زت زت تربيع و2 زت في سالب موجب في السالب سالب. راح اضرب 2 زت في لا تخاف منه في 1 على 2 لا تخاف منه في اضربها هالشكل اذا ما تعرف بعدين بسطها. موجب في الموجب واحد على اثنين في اثنين زت واحد على اثنين في اثنين زت. خلنا نوضحها بالتفصيل. موجب في السالب واحد على اثنين في واحد على اثنين البسط في البسط واحد في واثنين في اثنين بهذا الشكل ويساوي اربعة زت تربيع. هنا اثنين ويا اثنين تروح ايش يبقى عندي؟ ناقص زت زائدا الاثنين هذا بسط وهذا مقام يروح. شوف هذا بسط صار بعيد مو بعيد ضرب كله ضرب يعتبر ضربه واحده. اثنين والثنين تروح يعتبر قريب زائدا زت ناقص واحد على اربعه زت وسالب زت يروح ايش يبقى عندي؟ ويساوي اربعه زت تربيع ناقص واحد على اربعه بهذا الشكل. إذا كان هذا السؤال الأخير لدرسنا لهذا اليوم. على أمل أن ألتقي معكم إن شاء الله في الدرس القادم. وهذه الأسئلة صفحة 32 كلها حليناها بالتفصيل مثل ما يقولون التفصيل والتفصيل القوي جدا يعني إلى آخر شيء. هذا هو الدرسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.